لمناقشة ملف زيارة الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بغداد، ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة الكاتب والباحث السياسي لقاء مكي. مرحبا بكم سيد لقاء. بداية، في أول زيارة له منذ توليه منصبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بغداد، ما دلالات الزيارة وتوقيتها، خصوصا وأن هناك حديثا عن مشروع فرنسي أمريكي في العراق؟ نعم، هو حقيقة ليس هناك حديث عن مشروع فرنسي، يعني لا أعرف ماذا تقصد بالمشروع. نعم، ماكرون لم يتحدث عن أسباب زيارته، وتحدث عن شيء واحد، قال أنه ذهب إلى بغداد لدعم السيادة أو ما وصفه بالسيادة. نعم، ولم يتحدث أكثر من ذلك. لذلك ليس هناك ما أشرت إليه من مشروع أمريكي خصوصا، أو علاقة بأمريكا بالموضوع. لكن محاولة تحليل ما جرى في لبنان تحديدا، السياق الذي تجري فيه زيارته لبغداد، ربما تؤشر الانطباع بأن هناك إرادة فرنسية بإرساء معالم ترتيبات جديدة في الإقليم بدعم أمريكي أو بالاتفاق مع الولايات المتحدة وربما دول غربية أخرى، من أجل إعادة تنظيم المنطقة المنفلتة حقيقة بسبب الانسحابات الأمريكية والفراغ السياسي والأمني الذي وجد فيها، وإعادة ترتيب هذه الأمور، ولا سيما في مجال العلاقات الأمريكية الإيرانية. ماكرون يريد تسوية الاحتقان الأمريكي الإيراني من خلال استيعاب القوى التي تدعمها إيران، الأذرع الإيرانية في الإقليم، في لبنان والعراق، وهذا الاستيعاب يتضمن تحييدها نسبيا ولكن بدون القضاء عليها، منح إيران بعض الامتيازات والمصالح مقابل التوقف عن الامتداد أكثر، والآخرين غير الإيرانيين المستهدفين سينالون بعض الأشياء، ولكن بالنهاية يريدون أن يبقى زمام الأمور بين الأطراف الخارجية. نعم سيد لقاء، هل العملية السياسية في العراق يعول عليها أن تكون ركنا أساسيا في أي مشروع في المنطقة؟ هل العراق هل له أي وزن إقليمي أو أي وزن إقليمي الآن؟ طبعا للعراق وزن إقليمي مهم جدا، يعني من قال أن العراق ليس له وزن إقليمي؟ العملية السياسية لا علاقة لها بوزن العراق. العراق، ما جرى في العراق حتى الآن هو السبب المباشر للتداعيات اللي جرت في المنطقة في الإقليم بشكل عام منذ عام 2003، وبالتالي فالعملية السياسية لا علاقة لها بالموضوع. لكن العملية السياسية بحد ذاتها هي بالتأكيد عملية هشة ومعرضة ربما لخطر تشين، ما زالت هي غير مستقرة وقد فعلا تنهار، ولكن هناك محاولات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو على الأقل جعلها مستقرة على حالة معينة حتى لو كانت مريضة، ولكن بدون انهيار شامل، لأن هذا سيؤدي إلى تداعيات ربما غير معلومة النتائج. هناك حديث عن أن إيران غير معترضة على هذا المشروع، عن ماذا يمكن لإيران أن تتخلى في هذا المشروع، ومقابل ماذا بالتحديد برأيكم؟ يعني أيضا مرة أخرى أقول لك، يعني إيران لم تعلق على زيارة ماكرون، ولكن يعني الاستنتاجات المباشرة لموقف حزب الله من زيارة ماكرون وترتيباته في لبنان، وما قال حسب نصر الله أنه لا يعترض على المبادرة الفرنسية بشرط موافقة الآخرين عليها، هذا بحد ذاته مؤشر مهم على طبيعة التعاطي الإيراني مع الإرادة الفرنسية ومع المشروع الفرنسي أو الغربي، وهذا يؤشر أيضا حتى عملية استقبال ماكرون وصمت الميليشيات عنها اليوم هي أيضا جزء من الرغبة الإيرانية بالتعاطي الإيجابي، وعلى الأقل انتظار ما تصفر عنه، كي لا، لأنه هذا أيضا بإنقاذ إيران المعرضة لما
تسجيل العقوبات مستقبلا. نعم، قد تكون تركيا سيد لقاء أحد أكبر المتضررين في المنطقة في هذا المشروع في حال المضي به. ما هي ردة فعل تركيا المتوقعة إزاء مثل هذا المشروع باعتقادكم؟ تركيا يعني تركيا طبعا هناك خصومة شديدة بينها وبين فرنسا، وهذه خصومة قديمة وتصاعدت في المرحلة الأخيرة، وهي معرضة للكثير من أوجه، ليس الحصار فقط ولكن محاولة التحجيم، محاولة التحجيم والسيطرة. نعم. تركيا تختلف عن إيران بأنها عضو في الناتو وهي على بوابة أوروبا، ولذلك التعامل معها يجب أن يكون مختلف، وبالتالي هي يعني خطيرة بالنسبة لأوروبا. لذلك هذا المشروع هو في أحد أوجهها محاولة سد الفراغات التي يمكن أن تنفذ منها تركيا للمنطقة في سوريا والعراق، وخلق تحالفات وجيوب من التحالفات الجديدة في الإقليم، لا سيما مع الأكراد من حزب البكك لإرهاق تركيا، ويعني جعل هذه الثغرة جزء من الترتيبات الأمنية المستقبلية التي تدين الخطر الأمني على تركيا، وتكون يعني مثل خنجر الخاصرة فيها. نعم. ماكرون قال إن المسؤولين الحاليين في العراق سيقودون مرحلة انتقالية، باعتقادكم ماذا يعني بذلك؟ مثل ما قال في لبنان، يعني يبدو أن هذه الترتيبات ستكون جزء من عملية إعادة تنظيم العملية السياسية، لا سيما في عملية الانتخابات. المرحلة الانتقالية هي تجهيز الانتخابات، ويعني الحكومة الحالية حكومة الكاظم هي أعلنت هذا الموضوع، أنه إحنا لدينا أهداف محددة، تثبيت الأمن، هيبة الدولة، الوضع الاقتصادي، وتهيئة الانتخابات، هذه هي واجبات الأساسية. نعم. وبالتالي فهي مرحلة يمكن أن تكون يعني مرحلة انتقالية، ولكن بالتأكيد هو فيه إشارة مباشرة لمبادرة أو لعملية ترتيبات سياسية. نعم. في سؤالي الأخير إليك سيد لقاء، يعني نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي قال إن زيارة ماكرون قد تكون بمثابة الإنذار الأخير قبل ذهاب المجتمع الدولي إلى تدويل قضية العراق، هل تتفق مع هذه الرؤية أم أن هذه الزيارة تفضي بالمزيد من الشرعية للطبقة السياسية التي يطالب الشارع العراقي بإزالتها؟ هو الحقيقة موضوع الشرعية هذا يعني لا يحتاج العملية السياسية إلى زيارة ماكرون حتى يأخذ الشرعية، يعني أعتقد أنه العالم ما عاد يعني المسألة ما عادت فيها شك أنه هذا النظام معترف به، أو يعني الموضوع منتهي. لكن بالتأكيد الكلام الفرنسي، التصريحات هذه هي ضغط سياسي مثل ما جرب في لبنان حينما ذكر بانه يعني وزير الخارجيه الفرنسي، نعم، انه المسؤولين اللبنانيين اذا ما قاموا بكذا وكذا سيكون هناك كذا وكذا عقوبات. فنفس الشيء في العراق، هي محاوله لتخويف القوى السياسيه كي تاتي الى الطريق كما يقال، يعني ان توافق على المبادره بدون عوائق وعوائق. نعم. وبالتالي هناك ضغوط شديده تمارس. الكاتب والباحث السياسي لقاء مكي، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة، شكرا جزيلا لك.